وعلى بركة الله دائما نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام على الانطلاق يتواصل والتحية تتجدد من هذا الميدان هنا وهذا المهرجان الغالي دائما على قلوبنا. هناك ينطلق شوطنا 17 والمخصص لفئة الإبكار لسن الحجاج المسافة 4 كيلومترات. الصدارة والمقدم المركز الأول في هذه اللحظات وفي هذا المسار. التقدم هنا أيضا في هذه اللحظات والاندفاعات بهذه الأسماء المشاركة الباحثة عن السيارة الشاهينية محمد بن فلح بن محمد أيضا يتواجد على الصدارة المركز الثاني. هناك أيضا راهية ولكن العنود محمد بن علي بن سعيد الكثير يتواجد في هذه اللحظات. تنتقل مباشرة مع المركز الثالث. الوصول والتقدم من بداية هنا بداية جميلة ومميزة هنا. ناصر بن مبارك بن قران المنصوري وقادم من عاصمة الميادين بينما اللي دخلت هناك أيضا خيرة إبراهيم بن سالم بن حمد المزروعي يتواجد مع انطلاقة خيرة الشاهين هناك أيضا وصلت في هذه اللحظات. ولكن الشعارات هناك أيضا بدأت تتقدم الأسماء الجميلة والعملاقة هنا في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة باحثة عن الناموس الشاهينية ناصر بن عبيد بن ناصر بن دقاش العامري. هناك أيضا بدأ يتقدم شعار بن دقاش وهناك أيضا الشاهينية وصلت وهنا محبة سالم بن علي بن خميس يتواجد في هذه اللحظات. تعود إلى دارة. أعود مع هذه الشعارات. اختلط الحابل بالنابل هنا. الكل باحث عن السيارة. الكل طموحه الفوز والانتصار هنا في هذا المهرجان. أعود إلى الصدارة هناك أيضا ومقدمت هذا الشوط. الله ناصر بن عبيد بن ناصر بن دقاش العامري يقدم لنا الشاهينية المركز الثاني. المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام وصلت الشايبة مظفر بن حمد بن محمد المزروع يتواجد مع انطلاقة هناك الشايبة. المركز الثالث الوصول والتقدم من الشاهينية محمد بن فري بن محمد المحرمي يتواجد بينما هناك الوصول والتقدم من سلهودة محمد بن حمود بن محمد الدرعي وأيضا القدوم خيرة هناك إبراهيم بن سالم بن حمد المزروعي بدأ يتقدم في هذه اللحظات. الله 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 بدأت حرارة الشوط ترتفع ولكن الوصول والتقدم في هذه اللحظات من اللي هي هناك أيضا منصورة منصورة والجزيرة ناصر بن أبخيت بن حويرب المنصوري بدأ يتقدم مع انطلاقة الجزيرة وتقدم من الجانب الأيمن هنا حلوة مسفر بن علي بن مسفر آل خيلي مرحبا وسهلا أهالي رماح. ولكن أعود إلى الصدارة أعود إلى المقدمة أعود إلى المركز الأول. هناك شعار راعي الطيره العامري راشد بن عبد الله راعي الطيره العامري مع انطلاقة الشاهينية في هذه اللحظات. أهالي مصانع الجنوب هناك أيضا باحثين عن السيارة باحثين عن نقطة ذهبية ولكن المركز الثاني وصلت هناك الشاهينية. تقدم هنا أيضا ناصر بن عبيد بن ناصر بن دقاش العامري يتواجد على المركز الثاني. أتابع المركز الثالث أتابع القدوم هناك أيضا من الضبي علي بن خيرة بن قناص العامري وصل في هذه اللحظات. بدأ يقنص بن قناص ولكن أشوف القدوم أشوف المسيرة هناك مع جبار إبراهيم بن علي بن شتيط الوهيمي وصلوا وصلوا أهالي من جمع على السبق هنا أيضا ميدان الأبيض ينتظر السلامات الوهيمي ولكن هنا اختلط الحابل بالنابل هنا. خلاص 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 جولة الأوامر النهائية هنا. أعود إلى الصدارة شعار راعي الطير العامري هنا يتواجد على المقدمة المركز الثاني. الوصول والتقدم من ناصر بن عبيد بن ناصر بن دقاش العامري والوصول هناك أيضا في هذه اللحظات بداية ولكن جبارة إبراهيم بن علي بن شتيط الوهيبي هنا وصل وصل شعار الوهيبي. تدخلت الأسماء من الجانب الأيمن هنا شعار رميثي شعار رميثي هنا في هذه اللحظات. ولكن أعود مع صدارة هذا الشوط أعود مع المقدمة والمركز الأول. هناك سحاب السيم بن سعيد بن محمد اللي يحاوي هنا الكيلو الأخير الكيلو
المثير. وصلنا مع جولة الأوامر النهائية سحابة سليم بن سعيد بن محمد اللي حاضي هنا على الصدارة والمقدمة. أهالي اليزع أهالي اليزع، ولكن المركز الثاني الوصول من الشاهينية ناصر العبيد بن ناصر الدغاش العامل المركز الثالث الوصول هناك أيضا، والتقدم هنا من 65 عبد سعيد بن مطر بن محمد الرميلي، ولكن هذه اللي تدخلت هذه اللي تدخلت محبة سالم بن علي بن خميس العمري 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 الأربعمائة متر الأخيرة هناك أيضا مع انطلاقة محبة سالم بن علي بن خميس العمري هنا. أهالي السلطنة السلام يعبر الحدود إلى الأشقاء في سلطنة عمان من القلوب إلى القلوب هنا مع السيارة هنا سالم بن علي بن خميس العمري مع انطلاقة محبة، ولكن محبة محبة على الصدارة هنا تحاول الشاهينية تحاول الشاهينية العمري صامد العمري صامد، ولكن الشاهينية ناصر بن عبيد بن ناصر بالدغاش العمري ولا العمري هنا شعار بالدغاش العمري هنا صامد صمود الجبال على الصدارة. تهانينا تهانينا سالم بن علي بن خميس العمري على فوز محبة هنا أيضا على الصدارة المركز الثاني شاهينية ناصر بن عبيد بن ناصر بالدغاش العمري، والمركز الثالث لحظات وصول طيف منصور بن الصغير بن محمد المنصوري أيضا فاجأنا هذا الشعار مع المركز الثالث واللي احتلت المركز الرابع. مشاهدينا متابعينا الكرام كانت عبلة مسعيد بن مطر بن محمد الرميثي والمركز الخامس أيضا اللي حاملة 123 أيضا وصول أيضا وصلت هناك أيضا وتقدمت في هذه اللحظات من مشاهدينا متابعينا الكرام عود إلى التوقيت الزمني لحظات الوصول العبور إلى خط النهاية كان من نصيب محبة سالم بن علي بن خميس العمري وسلام للسلطنة سلام 6 دقائق 4 ثواني وفاء وتماما وكمالا، بينما المركز الثاني اللي قدمت العرض الجميل شاهينية ناصر بن عبيد بن ناصر الدغاش العمري 6 دقائق 4 ثواني وجزءا يتيما من الثانية، بينما المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام هنا أيضا وصول من طيف منصور بن الصغير بن محمد المنصوري 6 دقائق 4 ثواني 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.